أول شيء نبدأ به وهو تعريف القانون البرلماني. القانون البرلماني هو مجموعة أو مجموع القواعد المطبقة على مجالس البرلمانية، سواء كانت هذه القواعد ذات طبيعة دستورية أو تنظيمية أو تشريعية أو ذات بعد تنظيمي داخلي. لابد أيضا من الحديث عن ما هو موقع هذا القانون البرلماني، في أي مجال وفي أي صنف من أصناف العلوم هو يندرج، لا شك أنه يندرج في القانون العام. لكن يطرح السؤال، هل هو قانون مستقل بذاته أم مرتبط بغيره؟ هناك اتجاه يدفع في أن تكون لهذا القانون استقلاليته وكينونته وهويته الخاصة به، وهناك من يعتبره فرعا من القانون الدستوري. فهذا القانون اللي هو القانون البرلماني هو عبارة عن مجموعة من القواعد، لكنها تختلف في طبيعتها. قد تكون لها طبيعة دستورية، يعني قواعد منصوص عليها في الدستور. نعم، لا، القانون العام هو يشمل الجميع، والقانون الدستوري هو جزء، والقانون البرلماني تخصص داخل القانون الدستوري. فهذه القواعد قد تكون ذات طبيعة دستورية، وقد تكون ذات طبيعة تنظيمية، يعني القوانين التنظيمية، أو طبيعة شرعية عادية، القوانين العادية، أو ذات طبيعة داخلية التي سوف نتعرف عليها في إطار الأنظمة الداخلية. مصادر هذا القانون هي ستة، أولها وأرقاها وأسماها الدستور، ثم القوانين التنظيمية بالإضافة إلى القوانين العادية، ورابعا الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان، خامسا اجتهادات القضاء الدستوري في مادة القانون البرلماني، وسادسا وأخيرا الأعراف والسوابق البرلمانية. نبدأ بأول مصدر من مصادر هذه المادة، مادة القانون البرلماني الذي وهو الدستور. فالدستور في تعريفه العام الذي هو متاح في أي مصدر من مصادر القانون إلا ويعرفون الدستور، الدستور هو القانون الأعلى والأسمى لكل دولة، وهو الذي يجب على جميع القواعد التي دونه عدم مخالفته، وهو على نوعين أو شكلين، قد يكون مكتوبا وقد يكون غير مكتوب، وأغلب الدساتير مكتوبة، القليل منها بالخصوص التجربة البريطانية عندهم جزء من الدستور مكتوب، ولكن الجزء الأكبر منه غير مكتوب، إنما هو عبارة عن أعراف و أعراف مكرسة، يعني أصبح الاقتناع عند أهل البلد أنها واجبات الاحترام والتطبيق. كذلك من مهام الدستور أنه يحدد القواعد الأساسية لثلاث أمور، أولها هو الذي يحدد شكل الدولة، هل دولة بسيطة أم مركبة، يحدد طبيعة نظام الحكم، هل هو ملكي أم جمهوري، شكل الحكومة، هل هي رئاسية أم برلمانية. وإضافة إلى ذلك ينظم السلطات العامة في الدولة من حيث تكوينها واختصاصاتها والعلاقات ما بين هذه السلطات وحدود كل سلطة في علاقتها مع الأخرى. ثم أخيرا يحدد الواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة. إذن هذا تعريف عام حول أول مصدر من مصادر القانون البرلماني. القوانين التنظيمية وهي أيضا مصدر مهم من مصادر القانون البرلماني، لأنها مكملة للدستور وتتضمن مقتضيات ذات طبيعة دستورية. هذه القوانين التنظيمية هناك اختلاف في تسميتها، هناك من يسميها قوانين أساسية، هناك من يسميها قوانين عضوية، وهناك من يسميها قوانين نظامية بالإضافة إلى القوانين التنظيمية. إذا هذه أربعة مسميات لمسمى واحد، فباختلاف البلاد وباختلاف الأنظمة كل بلاد وكيفاش كتسمي. لكن
متى يكون القانون قانونا تنظيميا؟ القانون التنظيمي هو الذي أعطى له المشرع الدستوري هذه الصفة، هو قانون مثل سائر القوانين، لكن المشرع الدستوري اختار أن يصفه بهذه الصفة لكي يعطيه وينزله مكانة خاصة. فإذا القوانين التنظيمية هي القوانين التي اعترف لها الدستور بهذه الصفة، وهي محددة على سبيل الحصر، يعني لا يتصور أن يأتي عضو في مجلس النواب ويتقدم بمقترح قانون تنظيمي لم ينص عليه الدستور، قال بأنه في قضية معينة ثم اجتهد وقال لابد أن تنظم هذه القضية بقانون تنظيمي، هذا لا يمكن. القوانين التنظيمية هي واردة في الدستور على سبيل العد والحصر ولا يمكن الزيادة فيها، وبالتالي فهي محدودة ومحددة. تتميز هذه القوانين التنظيمية بمسطراتها، فلها مسطرة تميزها عن القوانين الخاصة، فهي لابد وأن تتم الموافقة عليها في مجلس الوزاري، بخلاف القوانين العادية فإنها تتم الموافقة عليها فقط في مجلس حكومي. كذلك من خصوصية المسطرة المتعلقة بالقوانين التنظيمية أنه لا يمكن للبرلمان أن يشرع في المداولة ومناقشتها على مستوى الجلسة العامة إلا بعد مرور 10 أيام على إيداعها لدى مكتب المجلس المعني. ثم المسألة الثالثة وهي الإحالة الوجوبية لهذه القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها على المحكمة الدستورية لتصرح بمدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للدستور. القوانين التنظيمية كما قلت هي مكملة للدستور. الدستور لم نتحدث عن مسطرة إقراره، فهو يتم عن طريق الاستفتاء وهي طريقة معقدة، ولهذا تسمى الأنظمة التي فيها دستور مكتوب يتم تعديله بواسطة الاستفتاء تسمى بالدساتير الجامدة، يعني أن تغيير الدساتير يكون بمسطرة معقدة. كذلك القوانين التنظيمية ميزها المشرع عن القوانين العادية حتى تكون هناك صعوبة في تعديلها، فلا يتم تعديلها في كل مرة، لأنها ولهذا أخضعها لشروط إضافية غير موجودة في القوانين العادية. إذن أنا حاولت نحصي بعض القوانين التنظيمية، هما في العموم ديالهم العدد ديالهم الآن 19-20، الآن دابا 20، لأن واحد القانون ورد في الدستور بصيغة المفرد اللي هو في الفصل 146 قال وسيصدر قانون تنظيمي يحدد ما يلي، فذاك أنه سوف يتعلق بالجهات ويتعلق بالجماعات الترابية، فجاءت الحكومة فوضعت قانونا تنظيميا خاصا بالجهات ووضعت قانونا تنظيميا خاصا بالجماعات الترابية، فولى العدد عندنا الآن 20 وممكن يتزادوا غادي يوليوا في المجموع 22 قانون تنظيمي. فإذا هما محسوبين بالعد والحصر، يعني غير قابلين للزيادة، كلهم منصوص عليهم في الدستور. فأنا اختاريت لكم هنا 8 القوانين اللي هي قوانين تنظيمية ولها علاقة مباشرة بالعمل البرلماني. أول قانون هو القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ثانيا القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ثالثا القانون التنظيمي المتعلق بلجان تقصي الحقائق، القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات التشريعية، القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، والقانون المتعلق بمجلس الوصاية. هذه قوانين تنظيمية نجد فيها مقتضيات تتعلق بالعمل البرلماني، وهناك قوانين أخرى تنظيمية ولكن لا علاقة لها بالقانون بالعمل البرلماني بشكل مباشر. إذن احنا شفنا المصدر الأول اللي هو الدستور، شفنا المصدر الثاني اللي هو القوانين التنظيمية، الآن القوانين العادية. القوانين العادية طبعاً حالها هي كثيرة جداً، لكن
هناك قوانين عادية تتعلق بالعمل البرلماني. ذكرت هنا بعض الأمثلة، مثلا القانون المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، ومثله يعني كاين قانون آخر متعلق بأعضاء مجلس المستشارين. هادو قانونين كيتعلقوا بالمعاشات ديال أعضاء البرلمان، واحد يخص أعضاء مجلس النواب والثاني يخص أعضاء مجلس المستشارين، وهو قانون عادي وليس قانونا تنظيميا. القانون المتعلق بإقرار أعضاء البرلمان بالممتلكات العقارية التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون. القانون المتعلق بالحصانة البرلمانية، هذا قانون عادي. القانون القاضي بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، وكاين قانون آخر متعلق بموظفي وموظفات مجلس المستشارين. كاين القانون المتعلق بالمحاكم المالية، كاين الظاهر الشريف القاضي بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم في مقتضيات لها علاقة بالعمل البرلماني. كيف ما هي العلاقة التي تربط ما بين المجلس الأعلى وما بين البرلمان؟ رابعا النظامين الداخليين لمجلس البرلمان، هادو النظامين يعني كيعتبروا من أهم مصادر القانون البرلماني، لأن تجمعت فيهما مقتضيات الدستور ومقتضيات القوانين التنظيمية زائد مقتضيات تنظيمية تنظم السير الداخلي للعمل البرلماني. أنا عملت واحد الاجتهاد وقدمت واحد التعريف للأنظمة الداخلية. عادة الذين يعرفون النظام الداخلي يكتفون فقط بالمعيار الشكلي أو يتحدثون عن المعيار الموضوعي، إما كيختار تعريف بالشكل أو بالموضوع. أنا اجتهدت وحاولت أن أجمع ما بين المعيارين معا فوضعت التعريف التالي. الأنظمة الداخلية بصفة عامة للمجالس البرلمانية، وأيضا هناك ملاحظة، تعريف النظام الداخلي للبرلمان هو مرتبط بطبيعة النظام السياسي الذي هو فيه. لا يمكن أن أعرف النظام الداخلي لمجلس الشيوخ الأمريكي بهذا التعريف، لأن أو لدى ألمانيا، لأن النظام السياسي نظام مختلف تماما. فلهذا لا بد وأن يؤخذ بعين الاعتبار أي نظام داخلي نقصد في أي نظام سياسي معين. الأنظمة الداخلية للمجالس البرلمانية هي مجموعة من المقتضيات التشريعية المكتوبة ذات الطبيعة الخاصة، يضعها كل مجلس برلماني ويصادق عليها وفقا للمسطرة العادية دون أن تخضع لعملية الإصدار، وتهدف إلى تدبير المجال الخاص المتعلق بكيفية تنظيم تلك المجالس وتسييرها وانضباط أعضائها، غير أنه لا يشرع في العمل بها إلا بعد التصريح بمطابقتها لإحكام الدستور. هذا بصفة عامة تعريف للنظام الداخلي. المصدر الخامس من مصادر القانون البرلماني هو اجتهادات القضاء الدستوري. بالمناسبة هذا العرض غادي سيكون يعني رهن إشارتكم، يعني بلا ما تشغلوا نفوسكم غادي نرسلوا لكم، إما تلقاو في الموقع ديال المؤسسة أو لا نرسلوا لكم بالبريد الإلكتروني كاملا. اجتهادات القضاء الدستوري في مادة القانون البرلماني. القضاء الدستوري يرتبط بالعمل البرلماني من وجوه، أولها هو عندما يبت في مطابقة الأنظمة الداخلية للبرلمان لإحكام الدستور، لأن من خصوصية النظام الداخلي للبرلمان أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته للدستور. وقد تجمعت للمحكمة الدستورية يعني للقضاء الدستوري المغربي بصفة عامة عدد مهم من الاجتهادات في هذا المجال. العلاقة الثانية وهو عندما في المنازعات الانتخابية، تعرفون أن المنازعات الآن للانتخابات البرلمانية سواء كانت متعلقة بمجلس النواب أو متعلقة بمجلس المستشارين، فالمحكمة الدستورية هي المعنية بالبت في هذه المنازعات. أثناء البت في هذه المنازعات تعرض قضايا يجتهد فيها المجلس الدستوري أو القضاء الدستوري
في أمور تتعلق بالعمل البرلماني، إضافة إلى القوانين التي يبت في دستوريتها، سواء تعلقت بالعمل البرلماني مباشرة، وهي هذه الثمانية اللي ذكرت قبل قليل، لأن المحكمة الدستورية المجلس الدستوري بت في مدى مطابقتها للدستور، وأثناء هذا البت يعني أثبت مجموعة من الاجتهادات التي تتعلق بالعمل البرلماني. إذن كفكرة حول تاريخ القضاء الدستوري بالمغرب، القضاء الدستوري بالمغرب مر من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الغرفة الدستورية لدى المجلس الأعلى منذ 1963 إلى 1994، يعني كان عندنا المجلس الأعلى الذي هو الآن هو محكمة النقد، لديه مجموعة من الغرف. كانت من بين الغرف التي تندرج ضمن اختصاصاته غرفة دستورية تتكلف بالبت في بدستورية الأنظمة الداخلية مثلا، وتبت أيضا في المنازعات الانتخابية. وعمرت هذه الغرفة الدستورية حوالي 30 سنة. المرحلة الثانية هي مرحلة المجلس الدستوري، بدأت سنة 1994، وحقيقة هي بدأت سنة 1992 مع الدستور، لكن لم يتم تنصيب المجلس الدستوري إلا في سنة 1994، وما زالت مستمرة إلى اليوم، لأنه الآن رغم أن الدستور أحدث محكمة دستورية إلا أنها لم تنصب بعد، بقى ما تنصبتش، لم تنصب بعد. لا، خرج القانون التنظيمي، خرج القانون التنظيمي المنظم للمحكمة الدستورية، صدر وهو في الجريدة الرسمية. أكثر من ذلك أن البرلمان بغرفتيه انتخب الأعضاء الذين سيمثلونه في هذه المحكمة الدستورية. مجلس النواب انتخب ثلاثة، ومجلس المستشارين انتخب ثلاثة، لكن الآن باقي الجزء الذي يعني الأعضاء الذين سيعينهم صاحب الجلالة لكي تكتمل التشكيلة، وحينئذ سيتم تنصيب هذه المحكمة. إذا المجلس الدستوري ما زال قائما إلى يومنا هذا، ولكن هو قريب يعني بعد أيام سننتقل إلى المرحلة الثالثة، هي مرحلة المحكمة الدستورية والتي لم يتم تنصيبها بعد. إذا قلنا هذو المراحل اللي مر منهم القضاء الدستوري، ملي كنتكلموا على القضاء الدستوري كنتكلموا عليه بهذه التشكيلات ديالو كامله. الحاله الاولى اللي كان فيها اللي هي الغرفه الدستوريه، والحاله الثانيه اللي ولا فيها مجلس دستوري، والان انتقلنا الى الحاله الثالثه اللي غيولي فيها هو المحكمه الدستوريه، وكاين بعض الفروق بيناتهم. دابا الغرفه الدستوريه ما كانتش مؤسسه مستقله، كانت تابعه للمجلس الاعلى اللي هو الان محكمه النقد. المجلس الدستوري مستقل عن أي مؤسسة أخرى ولا علاقة له بالتنظيم القضائي، وكذلك سيكون الأمر بالنسبة للمحكمة الدستورية. لكن التغيير من المجلس إلى المحكمة له خصوصيته، مرتبط خصوصا بالاختصاص وبالصلاحية الجديدة التي أضافها دستور 2011 لما يعرف بالدفع بعدم الدستورية، لأن أصبح من حق المواطن أثناء نزاع بمناسبة نزاع أمام المحكمة أن يثير عدم دستورية مادة ستطبق في النزاع الذي يعنيه، وهذا يسمى الدفع بعدم الدستورية. هذا موضوع آخر، لهذا قلت لكم إلا دخلنا في هذا الشيء هذا ما غنساليوش. إذا اللي كيهمنا هو أنه اجتهادات القضاء الدستوري هي عنصر ومصدر أساسي من مصادر القانون البرلماني. أنا عملت هنا واحد الإحصاء لعدد القرارات التي أصدرها القضاء الدستوري سواء في عهد الغرفة الدستورية أو في عهد المجلس الدستوري المتعلقة بالنظام الداخلي، هذه تفاصيلها لا داعي لبيانها، العدد ديالهم هو 40 قرارا. وبالمناسبة أصدر لي كتاب مؤخرا جمعت فيه جميع هذه القرارات مرتبة ومبوبة لكي يستفيد منها من يعنيه الأمر. القضاء الدستوري والأنظمة الداخلية للبرلمان. سادسا وأخيرا الأعراف والسوابق البرلمانية، لأنه العمل البرلماني فيه سوابق وفيه أعراف وفيه تقاليد. تلك التقاليد عندما تتكرر
يتم الاقتناع بأن هذا هو الذي جرى به العمل حتى وإن لم يكن مكتوبا في النظام الداخلي. فهناك أمثلة كثيرة، منها مثلا النظام الداخلي ينص على انتخاب رؤساء اللجان الدائمة، نقطة نهاية السطر. من كانت هذه المادة بهذه الصيغة تفيد الانتخاب، يعني أن الناس سوف يترشحون والمجلس سوف يختار من يكون رئيسا لهذه اللجنة أو لتلك. لكن من الأعراف والتقاليد التي جرى بها العمل في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أن رؤساء اللجان تعطى للفرق بحسب تراتبيتها. فالفريق أكبر فريق كيقول له عندنا 6 اللجان، اختار اللجنة التي تريدها فيختارها فيكون مرشحا وحيدا من ذلك الفريق لتلك اللجنة، فلا يكون التنافس كما تفيده المادة. المادة كتقول ينتخب رؤساء اللجان بمعنى أن أي واحد عنده الحق يترشح، لكن وقع التوافق أنه لا حاجة إلى 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 منافسة مفتوحة، فقالوا الفرق الأولى عندنا 6 اللجان، الفرق 6 الأولى، الفريق الأول يأخذ اللجنة الأولى والثاني الثانية والثالثة إلى آخره. هذا عرف غير مكتوب ولكن جرى به العمل. إذا الأعراف أو السوابق البرلمانية هي مجموعة من القواعد غير المكتوبة التي اتبعها البرلمان في سير أعماله على نحو متكرر حتى نشأ الاعتقاد لديه وجوب احترامها وعدم مخالفتها. قد دائما كتكرر حتى ولا صافي هذا هو النظام العام. وهذا الأمر هذا أكثر ما يلاحظه الأعضاء الجدد. عضو جديد في البرلمان عندما يدخل في اجتماع معين مثلا يطلب الكلمة، يرفع أصبعه مثلا هو الأول، ثم يرفع رئيس لجنة أو رئيس فريق كان حاضرا في الاجتماع حتى هو نفسه طلب الكلمة، فالرئيس الذي يسير يعطي الكلمة لرئيس الفريق أولا ثم يعطيها لرئيس اللجنة ثانيا أو العكس، ويؤخر من تسجل أولا. فهذا عرف، يعني الصواب أنه هو الأول في الكلمة، ولكن هناك تقاليد أن رئيس فريق له وضع اعتباري أكثر من مجرد عضو عادي. فهذا من الأعراف ومن التقاليد التي جرى بها العمل. فعندما يحتج بماذا يجيبنا يقول له هذا الذي جرى به العمل، يعني هذا من التقاليد البرلمانية. والذي يقوم المقام يعني كيسير الأمور العادية، يخلص الموظفين، يخلص الماء، يخلص الضوء، الأمور شي اتفاقية مع شي دولة، شي واحد غادي يزور المغرب، لا خصو يلقى وزير غيستقبلو، يعني أمور اللي هي عادية. ولكن ما يمكنش أمور حكومة منتهية في آخر نهايتها وتقوم بمشاريع أو لا توضع قوانين اللي غتلزم بها الحكومة اللاحقة. كنقول لا ماشي معقول، أنت الآن في لحظة ديال دابا الآن بعد تعيين أصبحت الحكومة تصرف الأعمال، يعني غادي تصرف بطريقة ديال تدبير الأمور الجارية التي لا بد منها. بحال كنقولوا يعني خصو يخلص الموظفين وخصو يخلص الماء وخصو يخلص الضوء، ولا شي شركة كتسال شي حاجة خصو يخلصها، ولكن ما يمكنش يدير شي حاجة جديدة، خصو غير ينفذ هذاك الشيء باش يخلي الأمور تمشي في الطريق ديالها. لا باقي ما جاوبتش على السؤال ديالك. انا غير بقات هذيك الفكره، كنقول سمعت لقيت في التصريحات وشفت الناس كيدخلوا كيخرجوا في الكلام، قلت هذه مناسبه نوضحوا هذا الامر اللي هو دقيق. فيما يتعلق بالوزراء الذين ترشحوا للانتخابات واصبحوا اعضاء في مجلس النواب الجديد، تختلف الوضعيه. لما كانت الحكومه عادية، أولا حالة التنافي هي فين مذكورة في القانون المتعلق بالحكومة ماشي في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. يعني اللي في الحكومة ما يمكنلوش يكون نائب برلماني، يعني كاين حالة التنافي. فالوزير الذي انتخب نائبا برلمانيا لما كانت الحكومة
يعني ولينا الآن في حكومة على تصريف أعمال، فهي حكومة تصريف أعمال، لأن النائب البرلماني حتى في القانون يسمح له بأن يتولى مأمورية حكومية لكن لمدة قليلة. كان النص اللي كان الذي أذكره كيسمحوا لي إلى حدود 6 أشهر، يعني نائب برلماني يمارس العضوية في 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 في, في البرلمان يمكن الحكومة تكلفه بمهمة حكومية، القانون كينص عليها، ولكن كيقول له لمدة 6 أشهر، إلى زادت على 6 أشهر خصنا نوقفوا حد، إما وإما إما غتقول غتبقى نائب وغتخلى على ديك المهمة، أو لا غتستمر في المهمة وخصك تخلى عليها. الآن دابا حنا من الحكومة هي مجرد حكومة تصريف أعمال، فما كاينش التنافي، لأن هذاك الوزير هو مجرد وزير مؤقت، فلهذا ما كاينش التنافي في هذا الحال. نعم لا حتى هاينا الالتقاء، ولا ما نقولش الالتقاء يولي لا هذه لا هذه، حتى هاينا الالتقاء وكيبقى عنده أجل ديال الشهر، منصوص عليه في القانون، عنده أجل ديال الشهر وهو كيخمم واش يبقى وزير أو لا، إلا شاف الحكومة يعني بوادر الاستقرار ما فيهاش ويقول لك أنا ما نضيعش المقعد ديال البرلمان. ولهذا الوزراء السابقين اللي كانوا أعضاء في البرلمان في مجلس النواب وعيون وزارة، بعد تعيينه مباشرة أصدر المجلس الدستوري قرارات تعلن شغل مقاعدين. إذن هذا هو التفصيل ديال هذاك العدد، هذا شكل آخر توضيحي. حالة التنافي هي كثيرة، هنا نعطي مثال، رئيس الجهة لا يمكن لرئيس الجهة أن يكون عضوا بمجلس النواب، لا يمكن أن يكون عضوا بمجلس النواب وعضوا بمجلس المستشارين، لا يمكن أن يكون عضوا بالمحكمة الدستورية وعضوا بمجلس النواب أو بمجلس المستشارين، لا يمكن أن يكون عضوا بالحكومة وعضوا بأحد مجلسي البرلمان. نعم رؤساء الجامعات ما داخلينش في حالة التنافي. نعم حتى العمدة نفسه ما داخلينش في حالة التنافي. كيف؟ أولا من الناحية المبدئية ليس هناك تعارض ما بين التمثيلية على مستوى مجلس النواب وما بين مهمة عمدة، ما كاينش تنافي، لأنه هو يدبر شؤونه اليومية التي تهم المواطنين، وكي عنده ذاك اليوم في الأسبوع اللي كيجي فيه المجلس النواب باش يحضر جلسة الأسئلة أو لا يحضر النقاش. عموما لا وزير ممنوع، هذه منصوص عليها بالقانون. لا ما كاينش تنافي، لا ما كاينش تنافي ما بين وزير وما بين عمدة، ومجموعة من الوزراء هما الآن عمداء وفي نفس الوقت، لأن القانون لا يمنع ذلك. هذا موضوع آخر، هذا دابا المشرع لا، هذه الحالة تاع التنافي الآن اللي ذكرت الأمثلة ديالها هي ما كانتش أصلا، ولكن التجربة والممارسة هي اللي بينات أنه ما يمكنش تكون هنا وتكون هنا. فلما كتوضح وكتولد القناعة عند المشرع أنه من المستحيل تكون فاعل هنا وهنا، كيدير حالة تاع التنافي. لما كيبان ليه بأنه ممكن كيخليها. ففي هذه الحالات لحد الساعة تتركها. ولكن نطرح سؤال جيد، يعني بقوة، بالنسبة للمدن الكبيرة مثلا مثل مدينة الدار البيضاء، كنقولوا عمدة مدينة الدار البيضاء، مدينة الدار البيضاء دولة بالمقارنة مع مجموعة من الدول الصغيرة، فهذا كتقول الأولى أن يتفرغ لي هنا. هذا نقاش مطروح، خص البرلمان هو يبت فيه باش يزيد، هذه تاهي من ضمن الحالات تاع التنافي. مازال ما دخلناش في العمل البرلماني. يلا تفضل. لا ابدا، وبالمناسبه القانون التنظيمي ديال مجلس النواب كان كينص على هذه القضيه، كان اولادي الحكومه لست ماشي متاكد، كان كينص على ان النائب البرلماني
اللي تعين عضو في الحكومه وطبقنا عليه حاله تاع التنافي وجردناه من المقعد ديالو، انه من باب ما يبقاش وزير يمكن له يعاود يرجع للمقعد ديالو. المجلس الدستوري قال له لا كنلعبوش، لان هذاك لان ذاك المقعد تم ملؤه، نجيو نجريو على الاخر ماشي معقول. اذا هذا غير توضيح لهذاك التفاصيل. الان مجلس المستشارين، مجلس المستشارين الدستور كيقرر بانه العدد الاعضاء ديالو يتراوح ما بين 90 حتى 120، والقانون التنظيمي اختار مباشره الرقم الاعلى اللي هو 120. يتم الانتخاب ديالهم كما قلنا بطريقه غير مباشره لمده 6 سنوات على اساس التوزيع التالي، باش ما ندخلوش التفاصيل الامور واضحه تماك. هنا عملت واحد التفصيل اكثر وضوحا اللي هو موجود في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. هذيك 120 كيف يتم توزيعها؟ 72 منهم يمثلون الجماعات الترابيه، ومني كتكلموا على الجماعات الترابيه كنتكلموا على الجهات وعلى الجماعات. كاين جزء اللي كيجي عن طريق الجهات وكاين جزء اللي كيجي عن طريق الجماعات. من هاد 72 كاين 20 يمثلون الغرف المهنيه، 8 يمثلون المنظمات المهنيه الباترونا، و20 يمثلون الماجورين، هما اللي كيجيو من خلال النقابات. هذا توضيح اخر لهذيك العمليه. الدورات البرلمانيه، البرلمان كما ينص على ذلك الدستور يعقد جلساته في دورتين، الاولى يرأسها الملك، وهي يعني يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، هي ديال غدا، ها بعد غدا، اليوم الأربعاء غدا الخميس. إذن يوم الجمعة ستبتدئ الدورة الأولى، والدورة الثانية للبرلمان كتكون الجمعة الثانية من شهر أبريل. إذن هادو جوج ديال الدورات. كاين هنا سؤال، لماذا الجمعة وليس يوم آخر؟ الرمزيه ديالو، هذا دابا الاقتراع اللي كيكون يوم الجمعه وهذا الافتتاح اللي كيكون يوم الجمعه عنده رمزيه دينيه، والحسن الثاني الله يرحمه هو اللي ركز على هذه القضيه هذه باش يخلي واحد نوع من الرمزيه لهذا العمل، ويتحاط بواحد النوع من التقديس وواحد النوع من الاحترام لعل وعسى الناس. الفقرة الثانية من هذا الفصل هذا كتقول أنه إذا استمرت جلسات البرلمان 4 أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمرسوم. إذا مدة الدورة البرلمانية شحال؟ 4 أشهر. وشحال كانت قبل؟ كانت 3 شهور. كانت الدورة الأولى فيها 3 شهور والدورة الثانية فيها 3 شهور. في الدستور ديال هادشي كان في 96 وقبل. دستور 2011 مدد في عمر الدورة البرلمانية فجعلها 4 أشهر، 4 أشهر الأولى و 4 أشهر الثانية، المجموع هو 8 أشهر. كاين بعض الأنظمة البرلمانية اللي عندهم دورة واحدة تستمر السنة كاملة بأكملها، يعني البرلمان يفتتح في بداية السنة وكيبقى مستمر، ربما كياخذوا شهر ديال الغشت، كياخذوا عطلة أو شيء من هذا القبيل، ولكن الدورة مفتوحة على امتداد السنة. وهذا الشيء عنده علاقة بواحد الحاجة غنتكلموا عليها من بعد، وهي فلسفة العقلانة البرلمانية. وحنا غنجيو نتكلموا عليها، لأنها اللي ما عرفش هذه الفلسفة لا يمكنه أن يستوعب طبيعة العمل البرلماني في المغرب، لأنه كله قائم على هذه الفلسفة. حنا غنتكلموا عليها من بعد. شكون الأستاذة بغات تتكلم؟ واخا حنا غادي نجيو ليه داكشي، ولكن ماشي مزيان المعلومه جات فوق حتى نقولوها. كانت 3 شهور ولات 4 شهور، لان البرلمانيين كانوا كيعتبروا ان هذيك 3 شهور كافيه، ما كافياش للقيام بمهامهم، فقالوا خصنا وقت، لان شكون اللي كيختم الدوره؟ ما انتبهتوش لها،
مرسوم شكون 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 اللي كيصدر المرسوم؟ الحكومه. اذا الحكومه غير كتمر 4 شهور كدير واحد المرسوم كتقول لهم صافي سدوا البيبان وخلينا نرتاحوا شويه، لان الحكومه تريد ان ترتاح من البرلمان، لان البرلمان هو يعني هو كما كنقولوا هو الضابط، هو الذي يقيد عمل الحكومه، يراقبها يحاسبها. فالحكومه كل ما البرلمان قائم وشغال كل ما هي مشغوله معاه، هالاسئله هالملاحظات ما عرفت شنو ما كيتهناو حتى كتنتهي الدور. ولهذا الانظمه اللي قلت لكم اللي هي قوه البرلمان فيها عندي قوه كبيره، الدوره مفتوحه العام كامل والحكومه تحت سلطه البرلمان وتحت مراقبته. الان تخفيفا من نظام العقلانه البرلمانيه، لانه هاد 3 شهور علاش جات في اطار هاد الفلسفه العقلانه البرلمانيه، انه نخليو الحكومه تشتغل. ما يمكنش لنا العام كامل وهي مشغوله غير مع البرلمان، الجلسه الاولى الجلسه الثانيه الاسئله الشفويه الاجتماعات اللجان، كيقول لك حنا ما غنلقاوش الوقت باش نمشيو نديرو اشغال وحده اخرى. فجاء نظام العقلانه البرلمانيه وحدد الدوره البرلمانيه في 3 اشهر، وقبلها كانت شهرين، كانت شهرين في شهرين، ثم زيد فيها اصبحت 3 اشهر، والان اصبحت 4 اشهر. جاوبت على السؤال بجوج بيه ولا سؤال واحد؟ نعم. شنو كيعملوا مبدئيا؟ لان العمل ديال البرلمان هو كيقوم على مجموعه من الاليات، من اهمها او نذكر على جوج اللي هما واضحين، هما الجلسه العامه مثل هذه اللي كيكونوا فيها البرلمانيين وكتبان في على شاشه التلفزه، جلسه الاسئله الشفويه ومناقشه القوانين الى اخره. وكاين اليه اللجان البرلمانيه. اللجان البرلمانيه سماها الدستور وتسمى في النظام الداخلي باللجان الدائمه. هذه الدائمه هي اللي كتجعلها كتشتغل العام كامل. فواخا كتوقف الدوره البرلمانيه كيمكن اللجان تجتمع وتهيئ النصوص القانونيه اللي عندها وتعقد لقاء مع شي وزير معين او لا تناقش شي موضوع معين، لان كيكون حيت اللجان هي المختبر اللي كيهيئ الدراسات دراسه القوانين التي ستتم المصادقه عليها في الجلسات العامه. فاللجان هي لجان دائمه. اذا تكلمنا على الدورات العاديه عندها 4 اشهر، ولكن ما بين الدورات العاديه هي ممكن تفوت 4 شهور. المرسوم هو الذي تصدره الحكومه، كتصدر واحد لا مرسوم واحد يتعلق باختتام الدوره البرلمانيه، تعلن فيه اختتام الدوره البرلمانيه. اي شكليه قانونيه الاعلان الرسمي، لان الحكومه دابا الدستور كيقول لها 4 شهور خاصك تحملي البرلمان، ما عندناش الحق ما تسايرش وما تواكبش العمل البرلماني. إلا هي الحكومة حسات بأنها هي محتاجة للبرلمان، عندها نصوص قانونية خاصها تخرج، واخا كتفوت 4 شهور كيبقاو مستمرين. ولكن إلا ما عندها والو كتقول لك نتهناو من هذيك الأسئلة الشفوية وكيمشيو كي هذا هو الفرق اللي كاين. شنو قلنا؟ اسمح لي بلاتي نرجع فين كنت بعدا. واخا وقفنا عند الدوره الاستثنائيه. نعم. لا لا كنت الدستور. لا نفوس التوثيقات كلها من الدستور. هذا الشيء هذا نص دستوري، هذا لما كنعمل الفصل هكذا بهذا الشكل هذا هو الدستور عينه، انا خديته من الدستور. فاذا الدورات البرلمانيه عندنا الدورات العاديه اللي هي مدة ديالها 4 شهور، وعندنا الدورات الاستثنائيه. من بعد ما نختموا الدوره العاديه يمكن لنا نعقدوا دوره استثنائيه. خصوصيه هذه الدوره الاستثنائيه ان كيكون جدول الاعمال ديالها محدد، وعاده الحكومه كتلجا لهذا الاسلوب، ما كتبغيش تخلي الدوره مفتوحه، حيت الدوره اذا كانت عاديه مفتوحه البرلمان يقوم بجميع مهامه وجميع اختصاصاته وصلاحياته،
سواء شرعية أو رقابية. الحكومة ما الذي يزعجها كثيرا في البرلمان؟ هو العمل الرقابي. فكتقول لهم لما كتوصل لربع شهور كتصدر مصون سدو، وكتنوض كتطالب بفتح دورة استثنائية ولكن باش دول اعمال محدد، غادي ندرس دورة استثنائية للمصادقة على القوانين التالية 1 2 3، ما كاين لا مراقبة ولا أسئلة ولا حتى شي حاجة أخرى. فلهذا كيقول لهم باش دول اعمال محدد. ما الذي له الحق في أن يطلب هذا الدورة الاستثنائية؟ إما بمرسوم، يعني مرسوم حكومي، الحكومة هي التي تطلب، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس النواب. وهذا أستاذي الفاضل أول حاجة كتبين لنا تمايز ما بين مجلس النواب ومجلس المستشارين. يعني مجلس النواب يكفي الثلث، أما مجلس المستشارين باش يدير دورة خصو لازم الأغلبية المطلقة لأعضائه. يعني عندنا 120 غادي خصهم 61 توقيع عاد يمكن نعقدوا الدورة الاستثنائية، ولكنها تكون على أساس جدول أعمال محدد. دورة واحدة لا ممكن في أي لحظة غير نحترموا هذه الشروط. إلا عملنا واحد الدورة استثنائية وانتهى جدول الأعمال ديالها وسديناها ثم تتبين أن هناك حاجة ماسة إلى دورات أخرى، كنا نفتحوها ولو نفتحوها ليوم واحد، أكاد من مراتين تفتتحوا ليوم واحد. بغينا غير نجمعوا البرلمان لكي يستمع لخطاب رئيس جاء في لزيارة المغرب، وصادف أن زيارته كانت في الفترة ما بين الدورتين، فكنفتحوا وهكذا. يعني كتكون بعض المرات شي أعمال خاصة كنفتحوا دورة استثنائية ولو ليوم واحد. شكون اللي كان لا مفتوحة تنتهي بانتهاء جدول الأعمال. إذا انتهى جدول الأعمال وجوبا يجب اختتامها، إذا ما انتهاش وبقات مستمرة ماشي مشكل، ولكن من حد جدول الأعمال باقي كيطلب الوقت. مكانة البرلمان في النظام الدستوري المغربي، هنا في الفصل الأول في الفقرة الأولى كينص المشرع الدستوري على أن نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية. كل ما هو مكتوب بالأسود كان في الدساتير السابقة. الدستور ديال 2011 هو اللي زاد هذه الصفة، هذه الصفة ما كانتش. الصفة ديال أن نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية دستورية ديمقراطية وبرلمانية واجتماعية. هذه صفة جديدة لكي يظهر مدى قيمة النظام، مدى قيمة البرلمان والمؤسسة البرلمانية في نظام الحكم في المغرب. مما يدل على مكانة البرلمان أن الدستور في الفصل 6 في الفقرة الأولى منه كينص وكيقول القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. هذه عبارة جديدة لم تكن في الدساتير السابقة. الدساتير السابقة والدستور الحالي فيه عبارة أخرى كتقول أن الملك هو الممثل الأسمى للأمة. بقات في الدستور الحالي ولكن أضيف إليها هذا المعنى اللي هو القانون. ولما كنتكلموا على القانون كنتكلموا على السلطة التشريعية اللي هي البرلمان. إذن هذا يظهر قيمة البرلمان في النظام، نظام الحكم في المغرب. ولهذا كيقول بأنه لما كان هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة يجب على الجميع أن يمتثلوا له وهم متساوون. كذلك مما يدل على مكانة البرلمان أن الدستور نص في الفصل 6 في الفقرة 3 على أن دستورية القوانين، دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة. إذا القاعدة القانونية التي يصدرها البرلمان، أولا هناك واحد تراتبية، القاعدة الأعلى لا ينبغي للقاعدة الأدنى أن تخالف القاعدة الأعلى، ويجب نكمل هذه الفكرة، ويجب نشر القانون. ما كانش منصوص على فكرة الوجوب النشر، كان كيقولوا وينشر، والاحتمال وارد أن القانون يصدر عن البرلمان ولا ينشر، وإذا لم ينشر لا يطبق. فجاء الدستور لكي يبين أهمية ما ينتج عن المؤسسة التشريعية قال ووجوب نشرها.
طبيعة الحال النشر هو النشر في الجريدة الرسمية. مما يدل على مكانة البرلمان في النظام الدستوري المغربي أنه خصص قيمة وضعية خاصة وقيمة معتبرة للمعارضة البرلمانية. أول مرة يأتي الذكر لهذا المصطلح في الدستور، فتحدث عن المعارضة البرلمانية وأعطاها واحد الوضع خاص ومتعها واحد مجموعة من الحقوق، دليل على أن هذا النظام يعلي من مكانة هذه المؤسسة ويقدرها ويعتبر الأعمال التي تقوم بها. من الملاحظات الجيدة بالانتباه إليها أن البرلمان إن تغيرت وضعيته من دستور 96 دستور 2011. في دستور 1996 كان منصوص على أن كان العنوان في الباب الثالث البرلمان هكذا. 2011 أصبح العنوان الرابع يسمى بالسلطة التشريعية. هاد المصطلح ديال السلطة يعني هذا كيبين القيمة اللي عند البرلمان كمؤسسة للتشريع وللمراقبة، لأنه في القبل كان مجرد مؤسسة دستورية من ضمن سائر المؤسسات، لكن الآن كيتكلم عليه المشرع الدستوري باعتباره سلطة، والسلطة هذه كتحمل واحد الدلالة خاصة. إذا الآن ننتقل إلى وظائف البرلمان. هذا نص دستوري اللي عندكم وهو الفصل 70. يمارس البرلمان السلطة التشريعية، يصوت على القوانين وهي السلطة التشريعية، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية، وفي نص آخر أشار إلى مهمة أخرى وهي الدبلوماسية البرلمانية. وهكذا يمكن أن نحدد وظائف البرلمان في أربعة: عنده الوظيفة التشريعية، الوظيفة الرقابية، والوظيفة التقييمية تقييم السياسة العمومية، ثم الوظيفة الأخيرة وهي الوظيفة الدبلوماسية. والعمل الدبلوماسي هو ماشي أساسي، الأساسي هما الثلاثة، ولكن العمل الدبلوماسي أيضا له دور وله قيمته في العمل البرلماني. الآن دخلوا شوية ديال التفاصيل. هنا غنتكلموا على العقلانة البرلمانية. تفضل. لا ما عندناش حنا نظام ملكية برلمانية. فرق بين لما كنقولوا ملكية برلمانية هكذا، هذيك عندها منطق ديالها خاص بها، يعني بحال إسبانيا. أما لما نظام الحكم وصف نفسه بأنه ملكية دستورية وقال برلمانية، غير باعتبار أنها تستند إلى البرلمان باعتباره سلطة تشريعية، ماشي بالمفهوم ديالها اللي هو لهذا، ماشي ملكية برلمانية بوحدة، ملكية دستورية. نعاودو نشوفو، ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، يعني هاد الأبعاد كلها حاضرة في طبيعة نظام الحكم بالمغرب. السؤال الثاني شنو هو؟ اولا هادشي حنا غادي نجيو لهاد النقطه هذه بالذات لما غنتكلموا على الصلاحيات التشريعيه، وغادي نلاحظوا بان الدستور 2011 عطى السلطه التشريعيه ولا الاختصاص التشريعي، جعله حكرا على البرلمان، في حين ان من قبل كان مشتركا ما بين البرلمان وما بين الملك، كان البرلمان يشرع وكان الملك ايضا يشرع بواسطه دهائر، واكثر من ذلك كان يحل محل البرلمان في الاختصاصات ديالو التشريعيه في اثناء حل البرلمان واثناء حالات الاستثناء. هذا الشيء ما بقاش في الدستور الحالي، وحنا غنجيو ليه ونعاودو نتكلموا. اذا قلت لكم هو الاهتمام
الاهتمام بالمجتمع يعني انها ذات بؤ. عندها دلالات سيدتي الفاضلة. جلالة الملك أكثر أنشطته ذات طبيعة اجتماعية، أكثر الأنشطة التي يقوم بها ذات طبيعة اجتماعية، هذا تجسيد لهذا المفهوم على أرض الواقع، وهو الاهتمام بالمجتمع، بقضايا في مجال الصحة، في مجال الأمية، في مجالات متعددة، هذا هو التجسيد لهذا المعنى. قلت بأن العمل البرلماني في المغرب قائم على فلسفة، هذه الفلسفة تسمى بفلسفة العقلنة البرلمانية، وهي يعني مستوحاة أو مستوردة من التجربة الفرنسية. أول ما ظهرت هي ظهرت في سنة 1958 مع الجمهورية الخامسة في فرنسا، هذا المفهوم ديال الفلسفة العقلانة البرلمانية، وجاء على إثر فشل الجمهورية الثالثة والجمهورية الرابعة الفرنسية. لماذا فشلت الجمهورية الثالثة وعاودوا داروا دستور وشكلوا الجمهورية الرابعة ومع ذلك فشلت؟ وجدوا أن العلة أن العلة في البرلمان. البرلمان أعطيت له صلاحيات كبيرة جدا فأصبح يضيق على عمل الحكم، يعني يسقط الحكومة بواحد الشكل كثير، فالحكومة لا تستقر، دائما ملتمس الرقابة بشروط خفيفة وبعدد أصوات قليلة، بسرعة يمكن لك تطيح الحكومة. فشلات الجمهورية الثالثة، فشلات الجمهورية الرابعة، في الجمهورية الخامسة انتبهوا إلى أنه لا بد من الحد من هذه السيادة ديال البرلمان والحد من السلطة دياله، ولا بد من ضبط العلاقة بينه وبين الحكومة حتى تستقر الحكومة وتقوم بأشغالها على نحو معين. ولهذا إذا أردنا أن نعرف هذه الفلسفة، هي مجموعة من الآليات، مجموعة من الآليات الدستورية يعني منصوص عليها في الدستور، التي تهدف إلى ضمان استقرار السلطة التنفيذية والحد من سيادة البرلمان وهيمنة القانون. إذن هذه الآليات أعطينا منها مثال قبل قليل، وهو مفهوم الدورة البرلمانية. مفهوم الدورة البرلمانية هو ثمرة من ثمار هذه الفلسفة، لأن الدورة كانت مفتوحة والبرلمان في كل يوم وفي كل ساعة هو يراقب الحكومة ويحاسبها، فقالوا يستحيل أن تعمل الحكومة في هذا الجو، فذهبوا وقالوا لابد أن نحدد الفترة البرلمانية، مدة الدورة البرلمانية في شهور معينة. وانا قلت لكم حنا في الجريمة ديالنا كانت عندنا شهرين وثلاث شهور، والان حنا في اربع شهور وما زلنا في التحديد. هذه طريقة من الوسائل التي تحد من سيادة البرلمان ومن سلطته في مواجهة الحكومة. من معالم هذه العقلانة ان الادوات التي يراقب بها البرلمان الحكومة هي المنصوص عليها في الدستور. لا يمكن للبرلمان أن يبتدع وسيلة للمراقبة الحكومة غير منصوص عليها في الدستور. إذن هذه وسيلة من وسائل عقلنة البرلمان ويعني تحجيمه وتقييده. لا يمكن أن يبادر في كل مرة يأتي بشكل من أشكال المراقبة. نعطيكم مثال واضح عشناه في المغرب، نكمل المثال، وهو لجان تقصي الحقائق. لجان تقصي الحقائق هذه آلية برلمانية معروفة في جميع برلمانات العالم، لكن البرلمان المغربي لما نشأ أول مرة لم ينص على هذه الآلية في الدستور، فجاء النواب المنتخبون من مشارب مختلفة وتأثرا بما معمول به في دول العالم وضعوا في النظام الداخلي آلية لجان تقصي الحقائق لمراقبة عمل الحكومة. لما عرض الأمر على الغرفة الدستورية قالت بأن هذا المقتضى غير دستوري، لأن وسائل الرقابة البرلمانية
هي التي نص عليها الدستور ولا يمكن التوسع فيها. لما تشكلت لجنة تقصي حقائق شكلوا كنظن ثلاثة المرات، مرتين بمبادرة من الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه، ولم تكن منصوص عليها لا في الدستور ولا في النظام الداخلي. والبرلماني حينئذ لما تشكلت بناء على أرادوا أن يستغلوا الفرصة فيضعوها في النظام الداخلي، ثم أحيلت مرة ثانية على الغرفة الدستورية فقضت بعدم دستوريتها. قالت لهم نعم جاءت الملك خدا المبادرة وتشكلت على رأسنا وعينينا، ولكن أن تضعوها في النظام الداخلي لا يحق لكم. إذا أردتم أن تضعوها في النظام الداخلي لا بد وأن يكون لها أساس دستوري، ولهذا لم تتشكل لجنة نيابية لتقصي حقائق إلا بعد أن نص عليها في الدستور. فهذه وسائل، هذه نقول لكم غير آليات من آليات العقلانية البرلمانية. مثلا تقنية الاستجواب، الاستجواب البرلماني، احنا عندنا السؤال البرلماني ما عندناش الاستجواب، مع أن تقنية الاستجواب هذا تقنية وآلية معروفة في البرلمانات، أن يأتي وزير ويستجوب داخل البرلمان، وإذا بعد المناقشة يتم التصويت وقد يعني تسقط عضويتهم للحكومة في البرلمان، قد يلغي عضوية وزير من الحكومة بسبب هذه الآلية اللي هي آلية الاستجواب. احنا ما عندناش في المغرب هذا النظام، ولا يمكن للنظام الداخلي أن ينص عليها إلا إذا نص عليها الدستور. فلهذا العقلنا البرلمانية الهدف منها وهو الضبط وتقييد العمل البرلماني في واحد الحدود معينة اللي كيقبلها النظام. ولهذا كاين أمور كثيرة ما كانتش وأصبحت، لأن النظام أصبح أكثر قابلية لها والأمور هناك تطور طبيعي الحال. الدور البرلماني يناقش الحكومة في المشاريع ديالها ويعدل ويبدل ويغير ويصوت القانون اللي ما عجبوش يصوت ضده، واللي استحسنه يصوت لصالحه. فإذا طبيعي أن المبادرة التشريعية الحكومية تكون هي الأصل، والمبادرة التشريعية ديال البرلمان تكون هي الفرع. كنت طلبتي كلمة لا فحال فحال متساوية كلهم كيدوزوا بنفس المسطرة. الفرق اللي كاين هو انه هذاك جا من جهة الحكومة وهذاك جا من جهة البرلمان. نزيد لها باش نطور معك النقاش. كاين الفرق، كاين واحد الفرق قولوا لي شنو يتم المصادقة عليه في مجلس الوزراء قبل واخا يعني لا كاين واحد الفرق. كاين الفرق في الجوده جوده المشروع تختلف عن جوده المقترح، حيث المقترح شو اللي كنصوبو انا البرلماني، انا برلماني واش انا كنفهم في التقنيه الصياغه التشريعيه وعندي المعلومات كامله باش القانون ديالي يكون متوازن وكراعي جميع الظروف وجميع الاحوال؟ ما عنديش هذه المعطيات. الحكومه عندها، الحكومه وهادشي ما غنتكلموش عليه، ربما عندكم حصه غادي يكون فيها كيتعلق بهذا الموضوع ديال الصناعه التشريعيه، يمكن يعطيكم الاستاذ فيها تفاصيل. الحكومه لما كتجي واحد المشروع كتجيبوا في الاول فكره، مثلا وزير التجهيز في النقل مثلا في المثال اللي كنا كنتكلموا فيه، كيجيب قانون السير كيجيبوا كفكره، كيعمل عنده خليه تشريع داخل الوزاره ديالو فيها متخصصين في صناعه التشريع، كيعمل صياغه اوليه للمشروع كيجيبوا للحكومة وكيتوزع على جميع أعضاء الحكومة، الصحة والتعليم، وكل واحد ينظر إلى القانون فيما يتعلق بوزارته. كيقول له واحد عندنا التلاميذ كيبغوا يقطعوا، احنا دخلنا فكرة ديال التلاميذ، ما كانش عند وزير النقل في الأول، ولكن وزير التعليم نبهوا لها، وزير الصحة يقول له بدي الناس كيعملوا كلاكسون حدا المستشفيات خصكم تمنعوها كنزيدوها وهكذا. شتي الجودة كيفاش لو صوبوا برلماني بوحدو يصعب عليه أن يحيط بجميع
الجوانب. فلهذا علاش دائما المشاريع القوانين هي اللي كتلقى الحدود في الوصول الى المصادقه من المقترح القانوني. المقترح القانوني في الغالب، وانا كنت جزء من هذه العمليه، في الغالب كتكون تفتقد الى عناصر الجوده، لا من حيث المضمون ولا من حيث الصياغه التشريعيه. لا، ما كاينش تعارض. انا يمكن لي نناقش واحد الفكره دابا، مثلا حنا يمكننا نتكلموا انايا وانت واي واحد فينا ونعطيو النظره ديالنا في هذه القاعه، واش التقسيم ديالها جيد ولا ماشي جيد، واش كبيره واش صغيره. ولكن ما نعرفش انا نصوب هذه القاعه، ما نعرف ندير فيها حتى شي حاجه. الناس المهندسين اللي صوبوها وقادوها وداو الحسابات وعملوا المدرجات بهذا الشكل على السقف، فهمتي تقصد لك؟ نعم. السؤال يعني كيفاش هذه المؤسسات الشرعيه؟ المؤسسات الشرعيه ما طوقي كان مواصل في الشرع في الشرع الحيواني. اي لا، هذا ماشي عيب. واش دابا انا واحد انسان نائب برلماني والمهنه ديالو هو طبيب، ما عنده علاقه بالقانون، ولكن له عقله طبيب، طبيب مثقف واعي فاهم، وكيقدر يعرف ما يصلح للناس وما لا يصلح لهم، وماشي هو بوحدو. البرلمان فيه 395 واحد، هذا كيقول كلام وهذا كيقول كلام، وتلاقح الافكار، ولازم كنوصلوا الى راي. ولكن ماشي كلنا عندنا المؤهلات باش نصنعوا ونكتبوا قانون. الصياغه هذا واحد اللي مثلا ثقافته ماشي جيده في العربيه، هل يمكن ان يصيغ لك صياغه جمله صياغه جيده؟ القانون غادي يخرج نكتبه بالدارجه، فهمتي تقصد لك؟ التقنيه والصناعه والصياغه الفنيه هذه لا يعرفها الا اهل الاختصاص اللي هما متخصصين في القانون وعندهم قواعد الصياغه الشرعيه وعندهم الاساليب ديالها، وكيعرفوا يبداوا واش الجمله فعليه ولا الجمله اسميه ويمتى يكون الامر. دابا مثلا في القانون، الصياغه القانونيه ما فيش المرادفات، ما يمكنش نتكلم على اصباح وامسى واضحى، ما يمكنش حنا كنديروا هذا الشعر. القانون كيخصو يكون بلغه بسيطه اي انسان يفهمها. هذه تقنيات لا يقدر عليها اي احد. ولهذا الحكومه بما اوتيت من امكانيات، عندها خليه تشريع في كل وزاره، وعندها وزاره قائمه بذاتها، هذا هو مهمتها، هي الامانه العامه للحكومه. فيها ناس عباقره متخصصين في صياغه القانون. فطبيعي جدا ما يمكنش نقارن القانون اللي غنقترحه انا مع اللي غادي يجي من عند الحكومه. هذا هو الفرق، ماشي تنقيصا او لا احتقارا، وما فحال فحال. الى النائب البرلماني جاب مقترح قانون جيد غادي يدوز، وكم من مقترح قانون بادر به نواب وتبنته الحكومه وصدق عليه البرلمان والان يعمل به. من هذيك المجالات. وهذا المجال واش الحكومه هي الوحيده زعما المسؤوله عن اقتراح هذه المشاريع ديال القوانين؟ لان المشكل اللي كان وقع في هذ المرسومين مثلا ديال التعليم، واش ممكن نقولوا بان الحكومه هي الوحيده المسؤوله على هذ المرسومين؟ ولا هناك مثلا ضغوط ممكن تكون لجان اخرى كتضغط على الحكومه باش توافق على هذ المرسومين؟ لا، عمل الحكومه مسؤوله عليه. إلا صدر شي مرسوم، المرسوم الحكومي الحكومة مسؤولة عليه. اللي كاين دابا في التعليم أن الدستور أن أحدث مجموعة من المؤسسات، والمجلس الإعلامي للتعليم كان في الدستور السابق وكرسوا الدستور الحالي. المجلس الإعلامي للتعليم عطى الدستور، هذه مؤسسة دستورية، عطى الدستور صلاحيات. فالقوانين المتعلقة بالتعليم لابد وأن ينظر فيها المجلس ليدلي فيها برأيه، لأنه جمع خبراء متخصصين في مجال التعليم، فما يمكنش الحكومة تجي دي قانون بلا ما يشوفوا. ماشي الموافقة، لا ماشي الموافقة، غير إلى حد ويقول لهم الملاحظات ديالو.
صافي كاين توصيات لانه جمع خبراء وفنيين ربما ما متوفينش الحكومه ما متوفينش البرلمان مجموعين بشكل مركز في هذا المجلس كلهم يعني متخصصين في قضايا التعليم فيمكن الراي ديالهم يكون مفيد جدا بحال ما حنا شفنا مثلا موضوع ديال التقاعد والاشكاليات اللي وقعوا فيه شكون اللي زاد قوه الموقف للحكومه هو الراي ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي مجموعين فيه النقابات مجموعين فيه الباترونا مجموعين فيه خبراء اقتصاديين وماليين واللي كلهم كيأكدوا على ان الحل هو هذا فلو كان قال لا الحكومه ماشي ملزمه توقف عند الراي ديالها كان ممكن تعمل العكس ولكن لما ايدها عطى الموقف ديالها واحد القوه فهذه مجالس استشاريه تدلي باراء في قضايا متعدده حنا غنجيو داكشي حنا غنجيو للمسطره واخا مراسم تنظيميه اولا صلاحيه البرلمان تقف عند حدود النص القانوني لان الشؤون التنظيميه هذا اختصاص حكومي صرف لا دخل للبرلماني فيه لا كيناقشوا ما كيناقشوش المضمون ديالو ولكن كيناقشوا من حيث المبدا من حيث المبدا كيناقش الحكومه كيقول لها ودي خصك توجدي لنا هذه المراسم خصك توجديها في اقرب وقت ممكن ولا ما وجدتهاش عند البرلمان السلطه بانه يراقبها من خلال الاسئله من خلال المناقشه في البرلمان ويعيبوا عليها يعني يقولوا الكلام اللي خصو يتقال لما قصرت في اصدار المراسم التنظيميه وما خرجوش وبالمناسبه هذا قانون التدخين هذا مبادره برلمانيه ماشي مبادره ماشي ما كانش مشروع قانون كان مقترح قانون تقدم به واحد نائب برلماني توفى رحمه الله عليه هو اللي تقدم به وبان يعني هو طبعا الحال ما استعن بخبراء وبمتخصصين ووجد مقترح يعني فيه معايير الجوده لان دابا هذا مشكل اخر دابا انا غير الهضره جابت الهضره باش نعطي مثال ديال مقترح قانون اللي كان جيد وصدر ولكن والاصل ديالو كانت مبادره برلمانيه خلينا نزيدوا شويه الله يحفظك الوالدين تفضل لا زيد انت ما سمعتيش ملتمسات ما سمعتش مزيان ملتمس القانون ما فهمتش شنو هو ملتمس القانون مقترح قانون اه مقترح قانون اخر هادشي اللي قلنا دابا المواطن العادي الان خرج القانون التنظيمي اللي كيسمح للمواطن انه يقترح مواضيع لقوانين معينه ضمن واحد الشروط معينه خص واحد العدد ديال الموقعين والى اخره وما خصوش يتكلم في هذه وما يتكلمش في هذه ويتكلم غير في هذه كيجيب واحد مجموعه افكار جمعيه والى اخره ودير توقيعات ديال عدد من المواطنين نص على في القانون التنظيمي ما كنذكرش العدد بالضبط وكيتحل على البرلمان والبرلمان كيستقبل هذيك اللجنه يعني الممثلين ديال اصحاب المبادره وكيستمع لهم وإلا اقتنعوا بها كيحولوها إلى مقترح قانون. يعني يمكن تعتبروها كمبادرة شرعية. أي تاهي مبادرة شرعية، ولكن لازم في النهاية غدوز عن طريق البرلمان. يعني هي مبادرة شعبية وغتحول إلى مقترح قانون. إذا عندنا جوج ديال الصياغ، إما مقترح قانون أو لا مشروع قانون. إذا نتكلموا الآن على المسطرة. المسطره اول حاجه هو الايداع لدى مكتب المجلس المعني الحكومه او النائب البرلماني لما كيبادر كتجي مبادره شرعيه يضعها لدى مكتب اما مجلس النواب او مجلس المستشارين بحسب الحاله
وهنايا عاوتاني كنزيدو باش نتكلموا على التفضيل ديال النواب على المستشارين. قال لك تودع مشاريع القوانين بلا اسبقيه لدى مكتب مجلس النواب. اذا القوانين كلها المشاريع تودع هذه المشاريع الحكوميه تودع بلا اسبقيه لدى مجلس النواب. في الدستور ديال 96 ما كانش عندنا هذا الوضع هذا. كانت الحكومه كتجيب مشروع قانون وهي كتخمم كتقول واش نبدا بمجلس النواب ولا نبدا بمجلس المستشارين. هي الان دابا لا، وجوبا عليها ان تبدا بمجلس النواب. اذا تودع مشاريع القوانين الاسبقيه لدى مكتب مجلس النواب، غير ان مشاريع القوانين المتعلقه على وجه الخصوص بالجماعات الترابيه وبالتنميه الجهويه وبالقضايا الاجتماعيه تودع بالاسبقيه لدى مكتب مجلس المستشارين. اذا هادو من المجالات الثلاث اللي تكون فيهم الاسبقيه عند مجلس المستشارين، والباقي كله الاسبقيه عند مجلس النواب. بعد ذلك يقوم المكتب بان يحيل هذاك المشروع الى اللجنه المختصه. دابا من الهياكل اللي غادي نجيو نتكلموا عليها في نهايه هذا العرض، اللجان البرلمانيه. وكل لجنه برلمانيه من اللجان الدائمه عندها واحد التخصصات معينه. كاين اللي متخصصه بالبيئه، كاين اللي متخصصه بالصحه، كاين اللي اختصاص التعليم، كاين اللي اختصاص العدل. لما كيجي مشروع القانون مكتب المجلس كيقول هذا القانون في اي قطاع يدخل. اذا كان يدخل في قطاع الصحه كنديو للجنه الشؤون الاجتماعيه فيحال عليها، وهذيك اللجنه تقوم بدراسته. تحال مشاريع ومقترحات القوانين لاجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال الفترات الفاصله بين الدورات، وهذا هو السبب اللي قلنا تسمت بانها لجان دائمه. بعد ذلك لما اللجنه كتكمل الموضوع ديالها كتدرس النص القانوني وكيقترحوا التعديلات على النص وكيتناقشوا مع صاحب النص اما حكومه واما البرلماني، كيتعاود النص كيتصاغ في صياغه جديده على ضوء تلك التعديلات، ثم يرفع مع تقرير الى الجلسه العموميه، يقدم التقرير ويعرض النص كما اودع اول مره، وما هي التعديلات التي تقترح اللجنه ادخالها عليه، وحينئذ يصوت على التعديلات اما بالموافقه او عدم الموافقه، ما تم الموافقه عليه يدمج في النص، ولم يتم الموافقه عليه يبقى النص على اصله، وفي النهايه يتم التصويت على القانون برمته. تتكون من اعضاء المجلس. دابا اعضاء مثلا عندنا 395 وعندنا 6 اللجان، يعني يتم تقسيمهم الى 6 اجزاء، كل مجموعه كتمشي لواحد اللجنه معينه بحسب الاهتمامات ديالها. واحد الطبيب غادي يمشي للجنه ديال الشؤون الاجتماعيه لان قضايا الصحه تماك فين كتناقش. رجل تعليم غادي يمشي تاوانيت لهذه اللجنه. مقاول او لا رجل اعمال غادي يمشي للجنه الماليه. فكل برلماني كيمشي اللجنه اللي غادي يمكن ينفع فيها ويساهم ويطور فيها النقاش. باقي ما قلتهاش انا هذه. حاولت لها، تفضلي اختي. هو هذا السؤال. ولكن باقي ما جبتش انا هذا الكلام على 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 راسي. انا مازال ما تكلمتش هذا. حنا باقيين كنشرحوا غير المسطره. اول محطه هو الاحاله على المكتب. المكتب يحيل المشروع على اللجنه المختصه. اللجنه المختصه تدرسه وتقترح التعديلات عليه ثم ترفعه الى الجلسه العامه. دابا من بعد رفع الجلسه العامه شنو كيكون في الجلسه العامه؟ كيكون فيها امران. الامر الاول هو المناقشه. كل فريق برلماني كيختار واحد الممثل ديالو اللي كيعطي وجهه نظر الفريق في ذلك القانون، اما تأييدا واما معارضه. اما يقول هذا القانون هذا مزيان ويساهم في تصحيح بعض الاختلالات كذا كذا كذا، او واحد يقول لا انا هذا القانون هذا غادي يفسد الوضع وما غاديش يصلح كذا، القانون اللي كاين هنا احسن منه، او شي كلام يقول ما يشاء. ثم تاتي مرحله ديال التصويت. استاذ قلت الدراسه والتعديلات. اذا كانوا التعديلات كيرجعوا ولا كيدوز للجلسه؟ لا، كل شيء كيتناقش في الجلسه، حتى التعديلات. حيت التعديل الحكومه واش كتوافق عليه ولا ما كتوافقش عليه؟ النص ديالها. واحد البرلمان يجيب واحد التعديل. داخل اللجنه كنتناقشوا،
كنقول لها وديها هنا مزيان تزيدوا هذه القضيه ديال اللي كما قلنا في حمله المستشفيات من منع يعني استعمال المنبه بجوال المستشفيات المستشفيات مثلا. وزير الصحه كيقول لك يعني اولا وزير النقل كيقول لك مزيان هما وزير الصحه كاع ما اقترح عليه ولكن النائب البرلماني هو اللي انتبه لها وكيقول مزيان نعملوها كتدخل كتولي جزء من النص. من بعد المناقشه ياتي التصويت. دابا هنا غادي نتكلموا على الاغلبيات. الموافقه على القوانين كتكون بالاغلبيه النسبيه. الاغلبيه النسبيه الا كنا حنا 10 الا كنا حنا 10 حاضرين 10 حاضرين خص هذوك اللي كيقولوا نعم يكونوا اكثر من اللي كيقولوا لا. واللي ما شاركوش في التصويت ما كيتحسبوش. حنا 10 4 قالوا نعم وجوج ما صوتوش شحال بقاو؟ بقاو 4. هنا غادي يولي التعادل. لكن الى عندنا 5 قالوا نعم وجوج سكتوا امتنعوا عن التصويت وثلاثه قالوا لا، اذا 5 اكثر من 3 غيدوز. هذه هي الاغلبيه النسبيه. الاغلبيه المطلقه هي انه خص وجوبا الذين يقولون نعم ان يكون عددهم النصف زائد واحد. الا كنا 10 النص ما يمكن يدوز الا بسته، ما يمكنش يدوز بخمسه. هذا هو الفرق ما بين الاغلبيه النسبيه والاغلبيه المطلقه. يعتبر النص غير مصادق عليه، يعاد التصويت مره اخرى. يعاد التصويت. ثم المشريع الدستوري، واخا نقول هذه الفكره، المشريع الدستوري عطى واحد الاضافه جديده ما كانتش في الدستور ديال 96. الدستور ديال 96 كما قلنا المجلسين كانوا متكافئين. ولهذا عملية ديال التبادل اللي تحدثنا عليها قبيله ما بين المجلسين كانت هذيك لا نافيت ما كتوقفش. هادو كيقولوا كلام وهادو كيقولوا كلام وهادو كيقولوا ما خصو يبقاو يمشي ويجي حتى يتفقوا. الدستور 2011 عطى الاولويه لمجلس النواب، عطى حق الفيتو. قال له صوت على نص قانوني انت، حيلو على مجلس المستشارين، الا وافقك عليه من تما كيخرج يمشي للاصدار ويمشي للنشر والجريده الرسميه ويطبق. ما وافقش عليه غادي يعاود يرجع الى مجلس النواب. مجلس النواب سينظر في تلك المقترحات التي اقترحها مجلس المستشارين، ان وافق عليها فبها ونعمت، غادي يصوت عليه وغادي ينتهي. الا ما وافقش عليها يمكن له يقول لك المقترحات كل ما بغيتهاش، فيصوت عليه تصويتا نهائيا. هذا الامتياز عطاه المشريع الدستوري ديال 2011 لمجلس النواب. يعني واخا قبيله احدكم تحدث لي على العرقله التي يقوم بها مجلس المستشارين، الان ما بقاتش عنده هذه الامكانيه. يعني مجلس المستشارين واخا ما يبغيش شي قانون، مجلس النواب الا كان الاراده، لانه هو الذي يمثل الاراده الشعبيه، الا بغى عنده الحق يصوت عليه تصويتا نهائيا وما يردوش لمجلس المستشارين، ولكن حقه يعرضوا عليه اول مره. ولهذا كما قلنا بالاغلبيه المطلقه للاعضاء الحاضرين، ولا تكون بالاغلبيه المطلقه للاعضاء الحاضرين الا في حال صوت نهائي لمجلس النواب. اذا لما يبغي يصوت لمجلس النواب ويقول هذا التصويت هذا تصويت نهائي كيخص يكون بالاغلبيه المطلقه، ما يمكنش يكون غير بالاغلبيه النسبيه. خص يكون الاغلبيه المطلقه اللي هي 50 زائد واحد من الاعضاء الحاضرين. عاوتاني الاغلبيه المطلقه تختلف. فرق بين نقولوا الاغلبيه المطلقه لاعضاء مجلس النواب وبين الاغلبيه المطلقه للاعضاء الحاضرين. اذا كانوا غير 50 حاضرين غادي خصنا غير 26، لكن اذا كنا كنتكلموا على 395 خصنا النص زائد واحد يعني 199. من عناصر المسطره لما مجلس النواب يوافق كيخصو يحيل هذاك النص على المجلس الثاني اللي هو مجلس المستشارين، وهذا ما يسمى بالتبادل المكوكي بين المجلسين. كيقول المشرع الدستوري يتداول مجلس البرلمان بالتتابع
في كل مشروع أو مقترح قانون بغية التوصل إلى المصادقة على نص واحد. هذه هي إرادة المشرع. المشرع دائما يبتغي أن يتفق مجلس النواب ومجلس المستشارين على نص واحد. لما كتوافق الإرادة ديالهم هذا كيكون فيه قيمة مضافة كيعطي مشروعية أكبر لذلك النص القانوني. لا عنده فائدة، هو اللي تكلمنا عليها قبيلة، الفكرة تاع التمثيل المزدوج، الفكرة ديالو هو الاستماع إلى آراء فئات معينة لها علاقة بموضوع معين. مثلا دابا كنقول لك مثلا قانون ديال التقاعد، مزيان نسمعوا فيه الآراء ديال 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 النقابات، ومزيان نسمعوا فيه الآراء ديال 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 الباترونا، ومزيان نسمعوا فيه الآراء ديال الغرف سواء المهنية الفلاحية ولا الصناعة التقليدية ولا الغرفة الصيد البحري. لا 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 كيصوت، إلا كيصوتوا كيصوتوا كمواطنين هذيك بوحدها. أي باش كيوقع نوع من أنواع ديال التكامل. وكم من الصيد قانوني؟ لا دابا حيت دابا شنو نعبر على الفكره، كاين حوايج من حيث المبدا هما يعني جيدين، الممارسه قد تسيء. دابا الغرفه الثانيه مهمه من حيث المبدا ومن حيث الفلسفه ديالها لانها تغني وتثري النص القانوني، ولكن ما نلغيوش الغرفه الثانيه بسبب سوء تصرف مستشارين في مرحله من المراحل. دابا شكون اللي كيخلي الاشكال واقع في التجربه ديالنا؟ غير في هاد الولايه اللي فاتت، لان مجلس المستشارين كانت تهيمن عليه المعارضه، وهذا خلاف الطبيعي. طبيعي جدا وهو ان الاغلب اللي عنده الاغلبيه في مجلس النواب كتكون عنده اغلبيه في مجلس المستشارين، هادشي اللي كيكون في العالم كله. حنا لاسباب اجتماعيه وسياسيه التركيبه اللي صعدات في مجلس المستشارين ماشي هي الاغلبيه اللي كاينه، وهذا اللي كيخلق هذه الاشكالات. ولكن هذا لا يلغي قيمه الفائده من استماع الى راي ديال مجلس المستشارين. وهذيك عراقيل كنتفاداوها. علاش دار المشرع هذه الفكره؟ باش ما يبقاش هذا المشكل. النهار اللي يشوفوا مجلس المستشارين كيتصرف بمنطق سياسي ماشي بمنطق ديال العقل وديال ما يجب ان يكون، المشرع عطى الحكومه عطى المجلس النواب قال له عندك الحق ما تقبلش الراي ديالو ودير تصويت نهائي وتوقف المرحله. ولهذا الان دابا الوتيره ديال التشريع اختلفت على المرحله السابقه. الان دابا وتيره اسرع وما بقاش عند المجلس المستشارين القدره على ان يكون معقلا. كيقولوا له قلنا الراي تاعك، اذا كان الراي ديالك مزيان حنا غادي ناخذوه، ما عجبناش راه من حقنا ما ناخذوش، وبالتالي الامور هي كتمشي.